بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين المباركتين في سورة يونس، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين من سورة يونس قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس، جميع الناس، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا القرآن العظيم هو موعظة، وهو هدى، وهو أحكام وتشريعات، وهو أخبار عن الماضي والمستقبل، وعلوم القرآن كثيرة، منها أنه موعظة للناس، والموعظة هي النصيحة التي تؤثر في القلوب وتعظهم بما مضى من الحوادث وما يأتي في المستقبل. فالمؤمن يتعظ بأخبار القرآن وقصص القرآن، ففيها موعظة. وشفاء لما في الصدور، هذا الأمر الثاني مما جاء للناس، أنه شفاء لما في الصدور من الشكوك والكفر والنفاق، وأن يحل محل ذلك الإيمان بالله والطمأنينة. شفاء لما في الصدور يعني للقلوب، شفاء للقلوب التي في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى، هدى دلالة وإرشاد لمن يريد الخير ويريد الحق، ورحمة. القرآن من أوصافه أنه رحمة، رحمة للناس، لأنه جاءهم بما ينفعهم وما ينقذهم من العذاب والغضب، فهو رحمة. القرآن رحمة،
شفاء لما في الصدور وهو رحمة، هذه من أوصاف القرآن الكريم، وهدى وموعظة للمتقين الذي ينتفعون بهذا الهدى والموعظة هم المتقون الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، تقون غضبه وعقابه، تخذون وقاية تقيهم، وقاية من الأعمال الصالحة تقيهم من المحاذير العاجلة والمستقبلة، ورحمة لقوم يؤمنون. فإنما ينتفع بهذه الموعظة وهذا الهدى القوم المؤمنون. أما الكفار والمنافقون والمشركون فلن يستفيدوا من هذا، من هذه الموعظة والشفاء، إلا إذا آمنوا بالله عز وجل، صدقوا بهذا القرآن، اتخذوه حجة لهم. ثم قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالذي يفرح به هو هذان الأمران: فضل الله القرآن، أو فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، هذان هما اللذان يفرح بهما. وأما الفرح بالدنيا فهو مذموم، كما قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وهدى ورحمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي بهذين الأمرين فليفرحوا. فمن هداه الله للإسلام وفهم هذا القرآن وآمن به وتمسك به فإنه يفرح بذلك الفرح الحقيقي، هو خير مما يجمعون. هذا الفرح الذي هو بفضل الله وبرحمته خير من الفرح بما يجمعون من الدنيا وحطامها. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، ونرجو أولا أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة، وثانيا نرجو أن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون وأن يسمعنا عن طريق الهاتف كي لا يكون هناك تردد وصدى بين السائل والمجيب. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عند التعزية يأتي المعزون من بعض المناطق للتعزية لتعزية قريبهم، ويقوم أهل الميت بإعداد وليمة الغداء والعشاء أثناء تواجدهم خلال أيام العزاء. الضابط في ذلك يا شيخ، وكيف نتعامل مع هؤلاء الذين أتوا من مناطق مختلفة؟ العزاء مشروع، ولكنه لا يتوقف على الاجتماع والإتيان من أماكن بعيدة وإعداد الطعام للمجتمعين، كل هذا من التكلف ومن الآصار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون هذا من النياحة، والنياحة محرمة وهي من خصال الجاهلية. والعزاء معناه أن تدعو للمصاب
تقول جبر الله مصيبتك وأن تدعو للميت وغفر لميتك، أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وجبر الله مصيبتك، هذه هي صيغة العزاء. وأما إعداد أهل الميت للطعام فهذا بدعة، الواجب العكس، أن الناس يعدون الطعام بقدر حاجة أهل الميت ويقدمونه لهم قدر حاجتهم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فيصنع طعام من غير أهل الميت، يصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم، ولا يصنع طعام يقدم للمجتمعين الذين يبقون 3 أيام مجتمعين يكلفون المصابين بخدمتهم واستقبالهم واستقبال الذين يأتون إليهم، كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. والتعزية ميسرة، إذا لقيت المصاب في المقبرة أو في المكتب أو في المسجد تعزيه، تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، أو تتصل عليه بوسائل الاتصال من جوال وتلفون وغير ذلك تعزيه بذلك، ولا حاجة إلى الاجتماع وإلى الوفود وإلى وإلى. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول: الشيخ، نحن نعلم بأن الرضاع مدته 2 عامين، فهل يكفي للطفل أن يرضع أكثر من 2 عامين وإن كان ذلك جزاء جائزا؟ فكم المدة المتاحة بعد انتهاء 2 عامين؟ قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، لأنه بعد 2 حولين يكتفي بالطعام ويتغذى بالطعام، فليس بحاجة إلى الرضاع. أما لو أن مولودا لا يكتفي بالطعام ولا يأخذ من الطعام ما يكفيه، فإنه يواصل له الرضاع حتى يستغني عنه بالطعام. نعم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول: المرأة إذا كانت في النفاس فماذا يحرم عليها، وهل لها أن تصلي وتصوم؟ لا، المرأة في النفاس لا تصلي ولا تصوم، قد وضع الله عنها الصيام والصلاة وقت النفاس، ولكن تقضي الصيام بعدما تطهر، وأما الصلاة فلا قضاء عليها، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحائض والنفساء يقضيان الصيام ولا يقضيان الصلاة، ليس عليهما صلاة في فترة الحيض والنفاس. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه عن عباده. نعم، نبدأ باتصالات السادة المشاهدين ونأخذ أحمد من حائل. تفضل يا أحمد. تفضل أحمد معنا. انقطع الخط. طيب، هذا يسأل يقول: في حديث ما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 70 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم الذين لا يرقون، ما حديث هذا الحديث فضيلة الشيخ؟ ما المراد به؟ ليس بهذا اللفظ الذين لا يرقون، الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون بل يستغنون عن الناس
ويرقون أنفسهم، يرقون أنفسهم، وإذا جاء من يرقيهم بدون أن يطلب منه ذلك فلا مانع، إنما المقصود به الاستغناء عن الناس فلا تطلب الرقية، هذا أحسن وأكمل في التوحيد. وأما الكيف هو مكروه إلا عند الحاجة فإنه لا بأس به، لأنه تعذيب بالنار، ولا يتطيرون يعني يتشاءمون، والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تركوا هذه الأشياء، تركوا المكروهات وتركوا المحرمات، الطيرة محرمة، وأما الكيف هو مكروه. وسؤال الناس الرقية أيضا مكروه، لكن لا بأس أن يرقوا أنفسهم وأن يرقيهم غيرهم بدون طلب، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز، هل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة؟ التشهد في الصلاة ما يقال فيه إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا يشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم. نعم. هذا يسأل يا شيخ بالنسبة للذي يريد أن يلحق الإمام في التكبير، التكبير لإدراك الركعة، هل نأتي بتكبيرتين أم بواحدة؟ تكبير إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إن شاء كبر للانتقال، وهذه سنة في هذا الموضع، في هذا الموضع سنة تكون تكبيرة الانتقال، وإن اكتفى تكبيرة الإحرام كفت. نعم. يقول: قرأت بأن هناك صلاة فدية، أسمع من بعض الناس عن هذه فضيلة الشيخ، تنفع الميت عند قبره. نعم. يقول: أسمع من بعض الناس بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية وتسمى أيضا هدية، تنفع الميت في قبره. الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، لا من الأحياء ولا من الأموات، ولكن إذا أردت أن تنفع الميت تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، تحج أو وتعتمر عنه، هذا الذي ينفع الميت مما ورد به الدليل. أما الصلاة لا، لا يصلي أحد عن أحد، لأنها عمل بدني. نعم. عبد العزيز معنا متصل، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير، ترى في ارتداد. اقصر التلفزيون اللي عندك عبد العزيز. لا بالسيارة يمشي يا شيخ. طيب تفضل تفضل. يا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. صلاة الفجر دائم تفوت أنا. وما أصليها الأحيان عقب ما تطلع الشمس، مع أني ملتزم الحمد لله بصلاة الضحى والوتر، ما أدري بنصيحي هذه لي. طيب لحظة يا أخي لو صليت الليل والنهار من النوافل ما يكفي هذا عن الفريضة في وقتها. أدري. فلا بد أن تصلي الفريضة في وقتها، صلاة الفجر. طيب. تعمل الاحتياطات للاستيقاظ، تنام مبكرا حتى تستيقظ، توصي من يوقظك، تجعل عندك منبها، تعزم على القيام ويعينك الله. أما إذا قلت لا متى ما قمت بصلي، هذا لا يجوز يا أخي، إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا لا تصح معه الصلاة. إنما النوم إذا نام الإنسان يعني نوما طارئا
هو بعادة، وإنما نوم طارئ غلبه، أو نسي الصلاة فهذا يقضيها. من نسي صلاة أو نام عنها فليقضيها، لا تكلف لها إلا ذلك. نعطي عامل، نعطي ولد صغير، هل تعتبر صدقة هذه يا شيخ؟ إذا بسكوت حلاوة أي شيء مثلا من طالع من البيت أخذ حلاوة أخذ بسكوت، أنا النية أنه صدقة، يعني مثلا عامل بش نعم. يقول فضيلة الشيخ، عادة عندما أخرج من البيت أخذ معي بسكوت أو بعض الحلوى أعطيها بعض العاملين أو بعض من رواد المدرسة، هل تعتبر هذه من الصدقة؟ الصدقة ما فيه نفع، أما هذه الأشياء ليس فيها نفع. إذا أردت أن تتصدق تصدق بما ينفع من طعام أو شراب أو كسوة أو غير ذلك أو نقود. نعم. أحسن الله إليكم. كل قرض جر نفعا فهو ربا، يقول ما معنى هذا وما مثاله؟ معنى هذا أن القرض الحسن هذا هو الذي فيه الأجر، قرض الحسن، وهو أن تأخذ من أخيك مالا تسد بها به حاجتك ثم ترد بدله، هذا هو القرض، ولا يؤخذ عليه زيادة، لا يؤخذ عليه منفعة عموما، لا زيادة نقود ولا منفعة من سائر المنافع، كان تأخذ سيارة وتحمل عليها أو تركبها بمقابل القرض، هذا حرام ولا يجوز، سواء كان الزيادة هذه من جنس القرض أو منفعة عامة، لا يجوز، لأن القرض قرض حسن ما يراد به الاستثمار، وإنما يراد به نفع المحتاج ثم يرد بدله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يا شيخ، إذا مر الرجل بين يدي المصلي ولم يستطع المصلي أن يرده وذلك لسرعته في مروره، فهل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، ولكن يأثم المار إذا مر يعني بينه وبين سترته، أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة، فإنه إذا أراد المرور يمنعه المصلي، وإذا أبى ومر قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ولكن لنعلم أن الصلاة خلف الإمام، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر أمام المأمومين هذا لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لهم. نعم. سليمان من المدينة النبوية، تفضل سليمان. سليمان. ألو. نعم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. السلام. شلونك؟ تفضل يا أخي. عندي ثلاثة سؤال يا شيخ. السؤال الأول مختصرا لو سمحت. الأول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، كذلك أربعة من إطمئن وجهه. نعم. أعد السؤال سليمان. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات أعتد 4 من إطمئن. طيب. نعم، هذا ورد في الحديث. أيوه. وفيها فضل عظيم، فيه فضل عظيم كما ورد في الحديث. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: أنا وعيلتي بيت واحد أنا وعيالي، يجوز أن واحد يشري ضحية وكبسة ولا انتشارك فيها ولا كيف؟ نعم. يقول في بيت واحد، هل في الأضحية شيخ يشتركون في أضحية واحدة أهل البيت؟
إذا كانت نفقتهم واحدة في هذا البيت تكفيهم أضحية واحدة. أما كل إذا كان كل واحد ينفق على عائلته وعلى نفسه فيستحب لكل واحد أن يضحي. نعم. السؤال الثالث يا سليمان. السؤال الثالث يا طويل العمر، عند الصلاة مع الدبر الله يعزك مع الكريم قط مويه شوية مع الصلاة ولا أقدر أرد، أنا ما قال الله أعلم شيء، هو ينقض الصلاة وصلي والله أتم صلاتي فيها، ينقض مع الدبر شوي دبر مويه شوي يقول؟ يخرج منه قطرات قبل بعد أن يتوضأ وقبل ذهابه إلى المسجد. إن كان هذا من الوسواس فإنك لا تلتفت إليه، أما إذا كان حقيقة ينزل منك البول قطرات ولا تستطيع إمساكه فهذا من سلس البول، تتوضأ عند الصلاة وتصلي. أما إذا كان هذا يعني شيئا عارضا فلا تتوضأ حتى ينقطع البول وتنشف الذكر ثم تتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة والقدوم والوداع في آخر يوم من الحج؟ لا، إنما طواف القدوم هذا سنة في حق المفرد والقارن، طواف القدوم هذا سنة. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، لكن إذا أخرت طواف الإفاضة وأديته عند السفر فإنه يكفي عن الوداع. إذا لم تبقى في مكة بعده وإنما خرجت بعده يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليك أنه آخر عهدك بالبيت كما ورد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. سوداني مقيم بجدة يسأل عن الاستواء في الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، الاستواء كما قال الإمام مالك لما سئل عنه قال له السائل: كيف استوى؟ فخجل الإمام مالك حتى علته الرحضاء من الخوف من الله عز وجل والاستحياء من الله عز وجل، لأن مثل هذا السؤال لا يقال. ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، أما السؤال عن المعنى، عن معنى الاستواء، استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، فمعنى استوى على العرش يعني على وارتفع عليه، وأما كيفية الاستواء هذه لا يعلمها إلا الله كسائر الصفات، نؤمن بها ولا ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، وأما معناها فهو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب بأن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام التناسخية، وهي طائفة خبيثة كافرة. الأرواح لا تنتقل من شخص إلى شخص، كل شخص له روحه، ولكنها تقبض في حال النوم وترجع إليه، وتقبض في حالة الوفاة ولا ترجع إليه إلا عند البعث. كل روح ترجع إلى جسدها. فهذا هو الكلام في الروح، وهي من آيات الله، هي من المعجزات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعني حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان له روحه لا تنتقل إلى غيره. نعم.
إبراهيم من الطائف معنا على الخط، تفضل إبراهيم. إبراهيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا الشيخ، بارك الله فيك. مساك الله بالخير. يا الشيخ أنا عندي سؤال طال عمرك، بالنسبة أنا سمعت. لو سمحت إبراهيم اقصر التلفزيون شوي. للميت. اقصر التلفزيون شوي إبراهيم. طيب طيب. اقصر التلفزيون. في تردد، تفضل. نعم. تسمعني؟ نعم. أنا أسمع الشيخ بارك الله فيك أحد الشيوخ يقول إن القبر اللي يقبر فيه واحد ما يجوز إن الثاني يدفنونه معه، فكيف الكلام هذا؟ طيب شكرا شكرا. لأن في مقابر بعضهم اللي يردون العظام حقتهم والآثار حق الميت القديم وحطوه معه، وأنا سمعت من أحد المشايخ يقول لا هذا ما يجوز. اسمع الإجابة. القبر ملك اللي قدامه. اسمع الإجابة يا أخي. نعم، هاي القبر خاص بالميت، ما يقبر معه غيره إلا عند الحاجة، مثل إذا كثر الأموات فإنه لا بأس أن يدفن الاثنان فأكثر في القبر لأجل الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فإنه كان يجمع الاثنين في قبر واحد لأن القتلى كثيرون وحفر القبور لكل واحد فيه مشقة، يجوز عند ذلك عند الحاجة، يجوز ذلك عند الحاجة، ولا ينبش الميت وتخرج عظامه إذا كان هناك مقابر واسعة وهناك بر يدفن فيه فلا حاجة إلى مثل هذا. نعم. هذا السائل يقول هل تقرأ سور معينة على القبور، وهل ورد قراءة سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص؟ لا تجوز قراءة القرآن عند القبور، هذا بدعة ما ليس عليه دليل، إنما الذي يفعل عند القبور أنه يسلم عليهم ويدعى لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم أغسلهم بالماء والثلج والبرد، السلام عليكم يا أهل القبور رحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما قراءة القرآن عند القبور لا الفاتحة ولا غيرها فهو بدعة، لأن هذا شيء لم يرد به دليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ كيف أجمع بين الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى إن بعض الظن إثم، وحديث وتجاوز عن أمتي حديث ما حدثت به، هل يدخل هذا حديث النفس؟ إن بعض الظن إثم، هذا في ظن السوء بالمسلمين، ولا تظن بأخيك سوءا بل أحسن الظن بأخيك المسلم، هذا معنى حسن، معنى يعني النهي، يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي أحسن ظنك بأخيك ولا تظن به سوءا لأن هذا من حقه عليك. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله يقول عندي بضائع تجارية لعدة سنوات أبيع وأشتري وهي في الدكان، كيف أزكي هذه البضائع مع أنها بعضها لا تستمر للحول؟ يا أخي هذه عروض تجارة، هذه تزكيها اعتمادا على قيمتها، أنت شاريها بنقود فهي بديلة عن النقود ومعروضة للبيع فهي عروض تجارة، إذا تم الحول على وجوب الزكاة فإنك تثمن ما عندك من البضائع بما تساوي وقت تمام الحول
وتدفع ربع العشر من قيمتها. هذه عروض التجارة والبناء على قيمتها، إذا حال الحول على قيمتها فإنك تقومها بما تساوي وتخرج ربع العشر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة على الذي أصيب بالعين، هل تكفي وكم تقرأ من مرة، وما الآيات التي تقرأ على الذي أصيب بعين من شخص آخر؟ تقرأ عليه الفاتحة، لأن الفاتحة رقية، وتكررها عليه وتقرأ عليه الآيات التي فيها، في سورة مثلا سورة الناس: من شر حاسد إذا حسد، يدخل فيه العاين، يدخل في الحاسد يدخل فيه العاين، لأن العين حسد. فتقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وتقرأ ما تيسر من القرآن، ويشفي الله سبحانه وتعالى المصاب. نعم. أبو علي من الخبر، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير يا أخوان، حياك الله، تفضل. نعم. يا شيخ، نعم الله عليكم يا شيخ، عندي سؤال اللي هو شو لو طال عمرك اللي يتوضى مثلا لصلاة العصر، وانت عارف ان الوقت قصير طبعا ما بين العصر والمغرب والعشاء، توضيت انا للعصرية وصليت عليها بعد المغرب وصليت معها العشاء، هل علي اني اتوضى من جديد او اخل على الوضوء نفسه؟ طيب شكرا. ما دام لم ينتقض وضوءك فصلي به ما شئت من الفروض والنوافل حتى ينتقض الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. الشاب الذي سيقدم على الزواج ولم يحج، بأيهما يبدأ، بالزواج أم بالحج؟ إذا كان عنده مال يتسع للزواج وللحج فإنه يحج في وقت الحج ويتزوج، أما إذا كان ماله لا يتسع إلا لأحدهما، إما للحج وإما للزواج، إن كان يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الحج. نعم. ما الهدي النبوي في قبول الهدية، وهل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، ويقول إن الهدية تسل السخيمة، يعني تسل البغضاء من النفوس، تورث المحبة بين المتهادين. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لكنه لا يأخذ الصدقة، وإنما كان يأخذ الهدية ويقبلها. نعم. أبو سعد من بيشة معنا على الخط، فضل أبو سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يمسك بالخير يا شيخ، تفضل. حياكم الله. الله يحفظك. أنا أخذت اليوم ذبيحة من صاحب باع أغنام، ولما طلقتها في المطبخ عينتها تعبانة، الشواء حقها تعبان ومقطع، واللحمها أصل من داخل وأصبح فيها ريحة عجنة، هل يجوز أسوالي، هل يجوز أني أعطي صاحبها قيمتها، علما أني رميتها معي ما صح الأكل ورميتها في أكلت مرة في الصحراء، هل يجوز أني أعطي راعي قيمتها أو أني أقسمها بيني بينها أو الحنة في دخاشن؟ ويرضى عليك. شكرا. إن أعطيته قيمتها، لأنك ذبحتها، إن أعطيته قيمتها فهذا أحسن، وإن قلت إنها مغشوشة وإنها يعني مريضة فيها عيب، هذه خصومة، هذه خصومة تنتهون إلى القاضي يحل مشكلتكم. نعم، أحسن الله إليكم.
يستفسر عن الآية في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم، سبعا من المثاني هي الفاتحة. أتيناك سبعا من المثاني يعني سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم بقية القرآن سور القرآن العظيم، هذه من أكبر نعم الله على عبده ورسوله وعلى أمته أن الله آتاهم الفاتحة وآتاهم القرآن العظيم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: لنا رحلات في أيام الشتاء ونجلس في البر خمسة أيام أو سبعة أيام، بالنسبة للصلاة هل نقصر ونجمع أثناء هذه الرحلة؟ لا، إذا نويتم إقامة تزيد على أربعة أيام فلا يجوز لكم القصر والجمع، وإنما تصلون صلاة تامة كل صلاة في وقتها، لأن السفر انقطع بإقامتكم الطويلة. نعم. يقول: بعد قراءتنا للقرآن نقول صدق الله العظيم. لا دليل على هذا، التزام صدق الله العظيم بعد القراءة لا دليل عليه، إنما الذي ورد أنه عند البداية يقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو المشروع عند القرآن، أنه في البداية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أما في النهاية فلم يرد أنه يقول صدق الله العظيم. نعم. أحسن الله إليكم، مجموعة صلوا بعض الفروض شيخ قبل دخول الوقت وتيقن لهم أنهم من خلال التقويم صلوا قبلها الصلاة بدقائق. نعم، إذا كانوا متأكدين أنهم صلوا قبل دخول الوقت عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأن الله لا يقبل الصلاة إلا في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تجوز الصلاة قبل الوقت إلا في حالة الجمع، إذا جمع الصلاة الثانية مع الأولى جمع تقديم فلا بأس، لأن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا في حالة الجمع الشرعي، حالة الجمع الشرعي. وأما الصلاة قبل دخول الوقت سواء عرف ذلك من التوقيت المعتمد في تقويم أم القرى أو عرف ذلك من الثقات الذين أخبروه أن صلاته ليست على الوقت فإنه يعيد الصلاة لأنها غير صحيحة. نعم. عصام معنا من مكة، تفضل يا عصام، اكسر التلفزيون يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا الشيخ أقول عندنا توفى الميت زي مثلا مات الصباح ودفنوا في الظهر، راحوا ناس قالوا روح سووا غنم خمس أو ست من الغنم، وفي الليل خمسة واللي بعدها خمسة، فآخر آخر العزاء كان 30-40 ألف ريال، هذا كله حق الغنم للناس المجتمعين اللي هم أقرباء للميت. شكرا. كل هذا أكل للمال بالباطل، والعزاء ما يحتاج إلى ذبائح وأغنام، وهذا كله من أكل المال بالباطل، عليهم أن يتركوا هذه العادة، والعزاء إنما هو بالكلام. حسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يقول السائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف يكون التعاون إذا كان بعض أهل البيت عندي يقصرون وأجد منهم مشقة في التعامل وفي التوجيه فضيلة الشيخ؟ نعم، اصبر عليهم. التعاون على البر والتقوى يكون فيه مشقة، فيه تعب، فعليك بالصبر والاحتساب. نعم.
يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما معنى ذلك وما المناسبة؟ هذا معناه واضح، أن ما كان من أمور الدنيا، من أمور الزراعة، من أمور تأبير النخل، من الأمور الصناعية التي يعرفونها بخبرتهم، ما تحتاج إلى لا تحتاج إلى رجوع إلى دليل أو إلى، فهذا معنى أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما أمور الدين وأمور العبادات والعقيدة فهذه لا، هذه مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. نعم. يقول السائل أبو إبراهيم: المزارع والفلاح هل يؤجر عندما يؤكل من مزرعته من قبل المارين بالمزرعة أو مثل الطيور والحشرات وما يدخل فيها؟ نعم، ما أكل من مزرعته يكون له فيه أجر، لا سيما من المحتاجين إذا أكلوا منها أو أطعم منها يكون له أجر عظيم في ذلك. نعم. عبد الله من أبها معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال واحد الله يحفظك. تفضل. كنت أنا في الدوام الله يطول لي عمرك، وأتى صلاة وقت صلاة الظهر، فرحت للبيت ورحت قومت زوجتي للصلاة أكثر من مرة، فرفضت أنها تقوم تصلي وقالت يا أخي ما راح تدخل قبري. قلت لها الصلاة غصب عني وعنك وعن جميع المسلمين والمسلمات. قالت والله أنها ما تصلي ولا صلاة واحدة. قلت لها خلاص انت جهزي اغراضك بوديها عند بيت اهلها. فرفضت قالت والله ما اجهز اغراضي. صار بيني وبينها نقاش حاد لدرجة اني اقول لها اسكتي ترفض. فاقسمت لها بالله ثلاثة ايمان، يعني قلت لها اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله انك اذا ما سكتي اني لارمي عليك يمين الطلاق. قالت والله ما فكرت فيك طلقني. فقلت لها انت طالق طالق طالق، ولكن مع العلم يا شيخ يشهد الله علي اني ما كنت نيتي اطلقها او نيتي بالطلاق المتعارف، كنت ابيها تسكت. وهي الان حامل تقريبا في الشهر السادس وعليها ولد، وانا راجعتها عن طريق شاهدين يا شيخ، فارجو طيب من الله ثم ممكن اكتفيني، هل طيب علي شكرا كفاره ام منها طالق ام منها ما لم يقع الطلاق؟ شكرا. شكرا لك يا أخي. راجع المحكمة الله يسلمك، راجع المحكمة الشرعية واسأل القاضي، والقاضي يحضرها ويأخذ كلامها وكلامك ويحل مشكلتكم إن شاء الله. وأما الرجعة ما تصح إلا من عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ: إذا دعوت ولم يستجب لي هل أكرر الدعاء يا فضيلة الشيخ والتوبة، وما هي موانع الإجابة؟ نعم، كرر الدعاء ولا تيأس، وربما يكون تأخير الإجابة من صالحك، فكرر ولا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فأكثر من الدعاء وأصل الدعاء، والله قريب مجيب. وأسباب قبول الدعاء معروفة، منها الأكل الحلال كما في حديث الذي يمد يديه في السفر أشعث أغبر يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فمن موانع قبول الدعاء أكل الحرام والتغذي به. وكذلك من معانيه ما ذكرناه، أنه إذا عجل وقال دعوت ودعوت فلم يستجب لي يترك الدعاء، هذا من موانع قبول الدعاء. استجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، ما الضابط في بيع الذهب عند الصاغة، وبعضهم يأخذ بدال هذا الذهب ويدفع الفرق، ما الحكم في ذلك؟
إذا كان شراء الذهب بنقود غير الذهب، بنقود فضة أو أوراق نقدية، فلا بأس بذلك، ولكن لابد من التقابض في المجلس، لابد يقبض الذهب ويسلم القيمة في المجلس، لا يفترقان وبينهما شيء كما في الحديث. نعم. هذا سائل يقول: شيخ، الاغتسال بالنسبة للمرأة بالشامبو والسدر عند وفاة الزوج ما حكمه؟ لا دليل على ذلك، ولا تغتسل، ما ورد أنها تغتسل إذا مات زوجها. نعم. يسأل يا شيخ عن الطلاق البدعي والطلاق الشرعي، ما الفرق بينهما؟ الطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق البدعي هو المخالف للشريعة، مثل طلاق الثلاث بكلمة واحدة، هذا بدعي في العدد. وهناك بدعي في الوقت، وهو أن يطلقها في حالة الحيض أو في حالة النفاس، هذا طلاق بدعي في الوقت. نعم. أبو فهد من الدمام، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أمد الله في عمرك على طاعته إن شاء الله من يسمع. آمين. وياكم السلام. في سؤال، أنا كنت أعمل طول عمرك ولا زلت أعمل، وكان علي دين، ولي قريب كان يعطيني من زكاته، يعني مغنيها الله وكان يعطيني من زكاته. فهل يجوز لي إني آخذ الزكاة هذه وأسدد الدين اللي علي؟ وأنا أعمل. إذا كنت فقيرا، يعني دخلك أقل من دخلك، أقل من مصروفك، مصروفك أكثر، ما عندك ما يكفيك، تأخذ من الزكاة. وأما إذا كان دخلك يكفي فلا يجوز لك أنك تأخذ الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وفي هذا الحالة الفقير هو الذي الحالة الثانية، وش أعمل يا شيخ؟ أرجعها إذا يسر الله علي؟ اسمع، لا تأخذها، رجعها عليه، لأن ما تحل لك إذا كنت غير فقير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: أختي كانت مريضة نفسيا وعمرها 40 سنة، وقد لازمت الفراش حتى فارقت الحياة وماتت، ولم تحج حجة الإسلام. والآن فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نحج عنها أو نحجج عنها؟ هنا إذا كانت ما حجت حجة الإسلام، حجوا عنها أو ادفعوا لمن يحج عنها تكاليف الحج. نعم. هل يعذر الإنسان بالجهل في أمور العقيدة أو في الأمور المخرجة من الملة؟ العذر بالجهل على حالتين: الأمور الواضحة الظاهرة، هذه لا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القرآن. القرآن ينهى عن الشرك، ينهى عن الكفر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الربا، أمور واضحة هذه، من سمعها من القرآن وهو عربي فاهمة. وهناك أمور خفية تحتاج إلى علماء يبينونها، الأمور المشتبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه يسأل عنها يهتدي إلى الصواب فيها، ولا يبقى على جهله، وبإمكانه أن يتعلم، أن يسأل، ما يبقى على جهله. نعم. يقول: إضافة بعد الصلاة وعند الأذكار: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا الذي ورد، ما أذكر أنه ورد تباركت وتعاليت، إنما ورد تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، يا ضعيف الإيمان، فإذا جاءته شدة
أو أصيب بمصيبة فإنه يرتد عن دينه والعياذ بالله، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا في ضعيف الإيمان وفي المنافق. نعم. السائلة أم عبد الله تذكر بأن أختها توفي لها ولد وبنت في آن واحد في حادث، تقول إلا أنها تبكي دائما عليهم وتنزل الدمعات، ونحن نذكرها بالصبر، دموعها وصياحها على الابن والبنت. يا شيخ، البكاء على الميت لا حرج فيه لأنه من الرحمة، قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم وقال إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بالكلام، كلام النياحة وكلام التسخط من قضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل بالنسبة لتأخير طواف الإفاضة في الحج، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، هو يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل ليلة النحر، ولا حد لآخره، ولكن كل ما بادر بأدائه فهو أحسن وأبرى للذمة. نعم. من الأسئلة التي وردت يقول السائل: ماذا يلزم من شك أثناء قراءة السورة بأنه لم يقرأ الفاتحة فقرأ الفاتحة ثم أعاد السورة أكثر من مرة؟ إذا شك في قراءة الفاتحة، إن كان هذا من باب الوسواس فإنه يتركه، أما إذا كان ما هو من باب الوسواس فإنه يقرأ الفاتحة لتبرأ ذمته من هذا الركن بيقين. وأما تكرار السور أو إعادة السور هذا ليس بلازم، لأن ما بعد الفاتحة هذا سنة، ما هو، أما الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، وأيضا ولكن الفاتحة لا تكرر، الركن لا يكرر إلا عند الشك، إذا شك في الصلاة في أثناء الصلاة، أما الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يؤثر ولا يلتفت إليه. نعم. نختم هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الشيخ صالح عن شروط من يقوم بتعبير الرؤى. والله الرؤى ما لها ضابط معين، الرؤى فراسة عند بعض الناس يفسرها، ومن باب الظن أو من باب القطع، تعبير الرؤى هذا من باب الظن وليس هو من باب القطع، وإنما هو فراسة تكون عند بعض الناس. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح، ورفع الله ذكركم في الدارين، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر الحقيقة الزملاء في مكتبة الشيخ الذين رتبوا هذا اللقاء، يزيد بن محمد الماضي والزميل محمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو والفنيين والمخرجين والمصورين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.